الله الرحمن الرحيم، قولوا لا إله إلا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تاريخ أمة الإسلام يا جماعة ما قام على فئة معينة من الناس فقط، يعني ما قام على العلماء فقط أو على الدعاة فقط أو على التجار فقط أو على الرجال فقط أو على النساء فقط، لا، ولا كان من منطقة معينة فقط ولا جنسية معينة فقط أو دولة معينة فقط، لا، من جميع الفئات قام تاريخ أمة الإسلام. تلقى فيهم العلماء، تلقى فيهم الدعاة، تلقى فيهم الرجال، تلقى فيهم النساء، تلقى فيهم الكبير، تلقى فيهم الصغير، تلقى فيهم العرب، تلقى فيهم العجم. وبطل قصتنا اليوم من الصعيد، من الفلاحين، من مصر، من أرض الكنانة، من أرض العقول. بصراحة يا جماعة وبكل إنصاف وعشان نقول الحق، يأبى التاريخ إلا أن يمر على أرض مصر العزيزة. كم أخرجت هذه الأرض من أبطال، كم أخرجت من علماء، كم أخرجت من محدثين. اللي يقرأ في التاريخ جيدا يعرف قد إيش الأرض هذه عزيزة على قلوبنا، بل حتى شعبها عزيز على قلوبنا. قصتنا اليوم صارت عام 1906 ميلادي في قرية صغيرة اسمها أم القرعان في مركز جرجة أو جرجة في صعيد مصر. شيخ مصري أزهري قرأ خبر انتفضت له جوار، ما قدر يهدى، قال لازم أتخذ إجراء في هذا الشأن. إيش كان الخبر؟ رئيس وزراء اليابان الكونت كاتسورا أرسل خطابات رسمية إلى جميع دول العالم. ليش؟ عشان يرسلوا الوفود، علماء، فلاسفة، أيا كان، عشان يشرحوا عن أديانهم. كل دين يشرح عن دينه، المسلمين يشرحوا عن إسلامهم، المسيحيين يشرحوا عن المسيحية، اليهود عن اليهودية، وهكذا دواليك. بل مو فقط أصحاب الديانات السماوية، حتى الأديان الوضعية، البوذية، المجوسية، جميع أصحاب الديانات بلا استثناء يجوا يشرحوا عن أديانهم. هذا دليل على إيش يا جماعة؟ هذا دليل على إنه المؤتمر كان فعلا منفتح على جميع الديانات والناس. الشيخ علي الجرجاوي هو صاحب قصتنا اليوم، هو البطل في هذه القصة. قرأ هذا الخبر إنه رئيس وزراء اليابان أرسل هذه الخطابات، فاتجه مباشرة إلى الأزهر عشان يقول لهم يا جماعة خلينا نرسل وفد إسلامي يشرح عن الإسلام، خلينا نستغل هذه الفرصة، خلينا نعرف اليابانيين عن الإسلام. للأسف الشديد كان في بروتوكولات لازم يعدوا عليها في الأزهر، تأخذ المسألة وقت، لازم يرسلوا إلى العلماء، لازم يفنطوا العلماء يشوفوا يرسلوا مين ما يرسلوا مين. لما شاف المسألة مطولة ولسه في عقبة من العقبات لازم يتجاوزها، رجع إلى القرية الصغيرة اللي هو منها، رجع إلى أرضه العزيزة، واضطر إنه يبيع من أملاكه الخاصة 5 فدانات. 5 فدانات باعها عشان يصرف على هذه الرحلة الدعوية من جيبه الخاص. ركب على الباخرة واتجه من الإسكندرية إلى إيطاليا، ومن إيطاليا إلى عدن، ومن عدن إلى بومبي في الهند، ومن الهند اتجه إلى كولومبو اللي هي سريلانكا اليوم، ومن سريلانكا اتجه بباخرة إنجليزية إلى سنغافورة، ومن سنغافورة إلى هونغ كونغ، ومن هونغ كونغ إلى سايغون في الصين، ومن الصين اتجه أخيرا إلى ميناء يوكوهاما في اليابان. لما وصل إلى اليابان كانت المفاجأة، أتفاجأ أنه أمامه شيخ جاي من كلكتة من الهند، شيخ مسلم جاي بنفس طريقته على حسابه الخاص عشان يمثل هذه الدعوة، وأتفاجأ بوجود شيخ أمازيغي من القيروان من تونس، وأتفاجأ بوجود شيخ مسلم آخر جاي من الصين من التركستان الشرقية، وأتفاجأ بوجود شيخ رابع من روسيا. كل هذول يا جماعة اجتمعوا على نفقتهم الخاصة بنفس طريقة الشيخ علي الجرجاوي استجابة لهذا المؤتمر. واللي أجمل من هذا كله إنهم وجدوا الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني أرسل وفد كبير من العلماء عشان يمثلوا الإسلام في هذا المؤتمر. صار يا جماعة مو شيخ واحد ولا 2 ولا 3 شيوخ ولا 4، صار وفد من العلماء كلهم رايحين لهذا المؤتمر عشان يمثلوا الإسلام. بدأ المؤتمر وصار كل أصحاب دين يشرحوا عن ديانتهم، اليهوديين عن اليهودية، المسيحيين عن المسيحية، وهكذا دواليك، ألين وصل الدور للوفد المسلم وصاروا يشرحوا عن الإسلام. الجميل في الموضوع إنهم شرحوا الإسلام بشكل سلس مبسط. يا جماعة والله الدين يسر، والله الدين يسر، والله الدين يسر. الدين عمره ما كان عقد، عمره ما كان كلاكير. المسألة تعتمد على طريقة شرحك. ممكن تشرح الإسلام بطريقة تجعل اللي قدامك تنفتح نفسه يبغى يعرف أكثر، خصوصا لو شاف التعامل، خصوصا لو شاف الأخلاق. وممكن تشرح الدين بطريقة تجعل اللي قدامك تنقفل نفسه، ما عاد يبغى يسمع عن الدين نهائيا. بعد ما انتهى المؤتمر رئيس وزراء اليابان شكر جميع الحضور وأعلن لهم عن خبر جميل جدا جدا جدا. أعلن إنه حرية اختيار الدين للفرد الياباني مكفولة من القانون الياباني.
عارفين ايش معنى الكلام هذا؟ يعني اعتبارا من هذا اليوم، اعتبارا مما بعد هذا المؤتمر، من حق الفرد الياباني انه يختار الدين اللي هو يبغى، من حقه يدخل الاسلام، من حقه يعتنق المسيحية او اليهودية او البوذية او المجوسية او ايا كان. مو بس كده، الدولة تكفل هذا الحق، يعني الدولة تدافع عنه في حال انه هو اختار اي ديانة. بعد هذا الخبر وبعد هذا المؤتمر بدأ الوفد الاسلامي يدعو اليابانيين للاسلام في الشارع، الناس البسطاء العامة. اللي اجمل من هذا كله انه اليابانيين صاروا يعتنقوا الاسلام بالالاف، بالالاف يا جماعة، اتكلم حرفيا، هذا مو كلامي، هذا كلام الشيخ علي الجرجاوي نفسه. خلوني اقول لكم حرفيا هو ايش قال في هذا الموضوع: فلو كان المسلمون ارسلوا وفودهم الى اليابان قبل هذا الاوان واستعملوا هذه الطريقة التي استعملناها لكان عددهم الان يعدون بالملايين لا بالالوف. انتهت القصة البسيطة اللي ابغى اقول لكم هي اليوم للشيخ علي الجرجاوي، لكن ابغى اسالكم سؤال: لو الشيخ علي الجرجاوي قرأ الخبر وقال ما لي شغل، يعني الاسلام قائم علي انا، والشيخ الهندي قال هو قائم علي انا، والشيخ الروسي قال هو قائم علي انا، والشيخ الصيني قال نفس الكلام، وكل واحد فينا قال نفس الكلام، كيف كان حيوصل الاسلام لليابان في هذاك الخبر؟ كل اللي قلته هذا نبذة بسيطة جدا للشيخ علي الجرجاوي. تعتقد انك صرت تعرف سيرته؟ اقرأ في النت، افتح على ويكيبيديا واكتب الشيخ علي الجرجاوي، شوف ايش هي مؤلفاته، شوف ايش هي انجازاته. اللي قلته هذا انجاز واحد فقط من رحلة دعوية كاملة. لا تنسوا تتابعونا بكرة عشان تتعرفوا على شخصية عظيمة من عظماء أمة الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.